الدولة السورية انهارت، تضعضعت أركانها، وعدم وجود من كان يرأس الحكومة فيها على كرسي مكتبه في مبنى رئاسة الحكومة خرب البلاد وشرد العباد. عدم تولي رياض حجاب مهمة تسيير أمور الحكومة السورية مقالا كان أم متخليا عن المسؤولية بإرادته، أوصل الدولة السورية إلى الفصل الأخير من حياتها، فلم تعد هناك دولة، والسلطات فقدت السيطرة، وسوريا باتت على حافة الهاوية، ولم يبق إلا دفشة. تماما هذه هي الصورة المرسومة على كل شاشات الإعلام، حتى تكاد تصبح أشبه بصورة ثابتة كل الوقت ومكتوب عليها الدولة السورية سقطت. طيب، رياض حجاب لم يعد رئيسا للوزراء، وخلال ساعات كلف غيره بتولي تسيير شؤون الحكومة. أمور الحكومة إداريا وفنيا وميدانيا استمرت في العمل، بل وعقدت اجتماعا ترتب فيه أوراقها وتكمل. فهل يبرر ذهاب شخص بمفرده أيا كان منصبه الجنون الإعلامي في اتجاه ترسيخ فكرة أن الدولة السورية قد انهارت من بعده؟ الدولة دولة مؤسسات، والمؤسسة قد يتغير أسلوب عملها بتغير شخص فيها، ولكن ليس أكثر. على أي حال، المحطات منذ الصباح لم تكتفي بأن تقول إن رئيس الوزراء السوري قد انشق، فزادت عليه أن قالت إن معه 3 وزراء أو 4 قد ذهبوا معه رجل على رجله. واستمرت التصريحات، واستمرت الأخبار مكتوبة ومنقولة ومتواترة في وقت كانت فيه الحكومة السورية بكامل وزرائها تجتمع وتتباحث طريقة العمل الجديدة في ظل رئيس جديد لها. ومن الأخبار ما عمم، ومنها ما خصص وسمى. فقيل إن من بين المنشقين وزير المالية محمد جليلاتي، وزير المالية السورية، وفي ذات الوقت الذي كان يعرض خبر انشقاقه على العربية مثلاً كان يتكلم عبر الفضائية السورية على الهاتف، وفي نفس الدقيقة تحدث من مكتبه، وكان فيه ربما يرى خبر انشقاقه على الشاشة أمامه. وها أنا ذا أتكلم من مكتبي وأمارس عملي، وقبل ساعات كنت في اجتماع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء. ومن بين الأخبار التي سمت أسماء وزراء بالاسم أيضاً كان هذا الخبر على العربية، الذي قال إن وزير الأوقاف السوري الدكتور عبد الستار السيد كان من بين المنشقين. وزير الأوقاف كان حاضراً في اجتماع الحكومة برئاسة عمر غلاونجي، وقد زارته كاميرا الدنيا بعد ذلك ونفى الخبر جملة وتفصيلاً. ولابد بأن الله سبحانه وتعالى سينصرنا كما نصرنا في بدر، ونحن خصوصاً اليوم في 17 من شهر رمضان المبارك، ذكرى موقعة بدر التي فرقت بين الحق والباطل. ونحن نقول لهم بأن الإنسان لا يشق عن وطنه وعن أمته وعن تربيته وعن أخلاقه وعن عروبته وعن إسلامه وعن ما تأسس عليه في هذا الوطن الغالي، وسوريا أكبر من كل الأشخاص. اجتماع الحكومة السورية بكافة وزرائها لم يمنع أو يردع الفضائيات عامة والعربية خاصة بأن تضيف إلى قائمة منشقيها وزراء جددا، فقالت إن من بينهم أيضا وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي، وكذلك وزير النقل محمود سعيد كما ظهر على شاشة العربية. بينما تظهر صور اجتماع الحكومة الجديدة حضور ومشاركة كل الوزراء الذين ذكرت العربية أنهم انشقوا، وعلى الشاشة وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي، وأيضا وزير النقل محمود سعيد، الدكتور عبد الستار السيد وزير الأوقاف، محمد جليلاتي وزير المالية. الإعلام السوري لم ينج من فوضى هستيريا الإعلام العربي في ذات اليوم، فقيل على شاشاتهم مثلا إن التلفزيون السوري أعلن عن إقالة رئيس مجلس الوزراء بعد انشقاقه. طيب، منطقيا عندما يكون هناك حدثان، الأول هو إقالة رئيس حكومة،
والثاني هو انشقاق رئيس حكومة. الحكومة ربما تتأخر في إعلان خبر الإقالة ريثما تختار البديل، ولكن حادثة انشقاق شخصية تعتبر حساسة لا يؤجل إعلانها، وخصوصا في هذا الوقت الحساس. فما القصد من هذا الكلام؟ القصد أن نقول من المفترض أن رواية الانشقاق لو كانت هي الواقعة أولا لكان خبرها وصل إلى المحطات الإخبارية أولا، ولكانت بالتالي أعلنته أولا، أي قبل خبر الإقالة الذي بثه التلفزيون السوري الرسمي. طيب، نحن لن نلجأ إلى مصدر آخر غير شاشاتهم نفسها. في تمام الساعة 12:10 ظهرا عرضت العربية خبرا عن رياض حجاب لأول مرة، وكان الخبر يقول إقالة رياض حجاب ومنقولا عن التلفزيون السوري. وبعد ذلك بربع ساعة، أي في الساعة 12:25 كتبت العربية ليس عن انشقاق رياض حجاب بل عن فراره، أي إنها لم تكن تملك حتى الساعة معطيات عن حادثة انشقاق. وبعد ذلك بقليل في الساعة 12:30 كتبت العربية أن مصادر لها تتحدث عن انشقاق رياض حجاب، وكلمة مصادر تعني أن الخبر لم يكن مؤكداً بعد بالنسبة للعربية، وهذا يعني أن رواية الانشقاق تلت رواية الإقالة. هذا على محطاتهم هم، فكيف يتهمون التلفزيون السوري بأنه تحدث عن الإقالة بعد الانشقاق؟ يسأل مراقبون. على أي حال، كان مخططاً لخبر يقول إن رئيس الحكومة السورية قد انشق، كان مخططاً له أن يؤدي إلى انهيار في أجهزة الدولة وانهيار في معنويات العاملين في الحكومة، تماماً كما كان مخططاً يوماً عقب تفجير مبنى الأمن القومي بدمشق. فلما لم يؤثر الخبر أكثر من أن شخصاً ذهب، بدأ الضخ الإعلامي باتجاه أن الحكومة كلها انهارت وجزءاً كبيراً منها قد انشق، وبدأت أخبار انشقاق الوزير تلو الوزير في تجاهل تام وعدم مراعاة لحقيقة أن الحكومة التي يتحدثون ويروجون لفكرة انهيارها مجتمعة وتبحث شؤونها وتسيير أعمالها. هي نفسها إذن صناعة الحدث إعلامياً، إعلان سقوط مدينة أو السيطرة على مدينة إعلامياً وإعلامياً فقط، ثم انهيار حكومة كاملة وأيضاً إعلامياً فقط. كل ذلك قد ينجح طبعاً إعلامياً فقط، ولكن هل ينجح إسقاط شعب كاملاً إعلامياً؟ يجيب بالنفي القاطع مراقبون.